يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، ويسود ليل وفي الصباح الباكر طقس مائل الحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا، ونبدأها بالعاصمة القاهرة. القاهرة العظمى 36، الصغرى 27، الإسكندرية 33-25، مطروح 31-23، بورسعيد 32-27، والإسماعيلية 37-24. ونذهب إلى السويس. السويس العظمى 36، الصغرى 25، العريش 35-25، طابة 37-25، شرم الشيخ 40-29، والغردقة 42-31. وأما عن الأقصر فالعظمى 43 والصغرى 28، أسوان 43-31، الوادي الجديد 42-28، شلاتين 38-32، وأخيرا حلايب 34-29. والآن مشاهدينا نستعرض معكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.